L'explosion de l'immobilier est au cœur de la demande de sable. Trois quarts des bâtiments sont construits en béton. Les carrières s'épuisent. Il faut donc désormais aller aspirer le sable dans les mers et les océans près des côtes. السلام عليكم، معكم بروح احمد رامي، ناشط بيئي ومؤسس شركة بلوسيكل اللي تطرح حلول رقمية في الاقتصاد الدائري للمستهلك والعاملين في مجال الرزكنة. واحد من العوامل اللي تساهم في تآكل السواحل الجزائرية هو استعمال مواد كالرمال الطبيعية في عملية البناء. الاقتصاد الدائري يقدم حلول حتى في مجال البناء، وذلك بطرحه بدائل. كمثال يمكننا الاستغناء عن الرمال باستعمال التربة الطبيعية اللي يكون سهل إيجادها، سهل البناء بها، وسهل الرزكنة. واستعمال مواد كما هذه راح ينقص الطلب على مواد كما الإسمنت اللي عندها تأثير على البيئة تاعنا المباشرة. أنا نأمن أن الاقتصاد الدائري هو فرصة حقيقة للجيل تاعنا، يسمح لنا بأخذ فرص وموارد طبيعية وتحقيق نمو، لكن من دون أن يكون عندنا أثر سلبي على محيطنا المباشر ولا حتى على فرص وموارد الأجيال القادمة.